صيادين شاطئ اكتوبر. النهارده ده فيديو هيعلمكم ازاي تصطادوا الحنيشه من على البلوكات بتاعه الشاطئ، وفي نفس الوقت هيعلمكم طريقه سهله وازاي المعيار احنا بنعمله عشان نصطاد الحنيشه. تعالوا بصوا معانا السمك اللي احنا اصطدناه النهارده قبل ما نشغل الفيديو. ده النهارده كان السمك اللي احنا طلعناه والحنيشه. بصوا الاحجام اهي على حجم ايدي وعلى كف ايدي. هما سمكتين بس الكبار والباقي كله صغير، لان هي ايه رزق في الاول وفي الاخر. ودي احجام الحنيشه اللي احنا طلعناها، تمام. وهنيجي نشرح لكم طريقه الصيد بالظبط، ازاي عملنا، ازاي اصطادنا الحنيشه انا وزمايلي اللي كانوا معايا، وربنا يسهل وان شاء الله تتعلموا وتبقى فيديو سهل عليكم وجميل. بس خلاص ومعايا احمد اهو هيصطاد تعابين. يلا حماده ربنا يرزقك. دي طريقه صيد التعبان يا جماعه ما بين الصخور في 6 اكتوبر، والرزق على الله. هاتوا هاتوا هات الكولمان كده. واحدة دلوقتي لسه طالعة، قرب الكل من كده، ماشي. تعال تعال اهو، واحدة مرناية كده هي لسه حية، لسه حية مع استاذ وليد اهو، هو اللي معلمني ازاي اتعب اهو، يشنو نفسه بالزيادة اهو. ان شاء الله هنجيب واحدة كمان ان شاء الله، في واحد تاني كمان. هات كده الكل من ده، وادي التاني اهو الفاتح. وفي واحد معانا احنا كمان في الكيس اهو. في واحد بسم الله ما شاء الله اهو مدغدغينه جوه الكيس. ممكن اصطاد اهلك انا دلوقتي. اهلك؟ اهلك مش عارف. زي ما بتيجي بتتقال على لسانه وخلاص. طب اهو طلعت بسجل انا. يلا اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. حيو حيو حيو. طب حط بقى يلا هنا اهو الرابع. لا ده بتاع استاذ وليد مش تبعك. لا 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 تبعك مش عايز. ماشي طب لحد ما يلا بس ربنا يرزقك.
الله اكبر علينا اهو، تعبين اهو كده، ده اربعه. ما جنش اهو اللي بيضيع منك اهو. بسم الله ما شاء الله. حطوا بقى في البتاعه دي. ادي احمد وادي المرنايه اهي. اكلها وخلها اهي اهي، اكلها وخلها اهي. ما جنش هذه السمكات تانية. طيب افتح دي، افتح دي خلع. ده رقم خمسة. افتح البتاع هيقفل. يلا بينا. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. الخشابي وصل اهو، الخشابي اهو وصل. سن الصغير ال 12. الله اكبر الله اكبر. امسك يا ولي، هسيب وجهي. مش حاجه في ايد امك. تعالى ده بكره بالله.